منى هتسمحي لي اكمل في جزء المعاناه. اصل الناس بتشوفنا احيانا باللقطه الاخيره. وبشوف صح. اللي انا مريت بيه بيمر بيه شباب دلوقتي ولازم ياخدوا بالهم منه. لا انا اضطريت استقيل من الاهرام واسافر علشان 3000 جنيه عشان اجيب شقه اوضتين وصاله اتجوز فيها واحده بحبها. فلا جت اللي بحبها ولا جبت الشقه. وسافرت بره ورجعت برضه راتبي في الاهرام كان 270 جنيه. بعد سنين طويله في منتصف التسعينيات بس كنت مصر ان انا انجح برضه. كنت مصر ان انا كافح. مراتي اتجوزتني وعشنا وقعدت في شقتي على انتريه كنبه وكرسيين بره واوضه نوم مفيش حاجه في الشقه خالص واللمض نازله بسلك مفيش نجفه. وقعدت الزمن نجيب حته 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 حته. ده كان مني سنين وكنت سعيد وراضي وفضلت كده لحد وقت طويل ببني بيتي حته حته. التغير كله تم في 4 سنين اخيره. انا عمري ما بصيت مين غني ومين فقير مين معاه فلوس ومين ما معهوش فلوس. انا كنت مصر ان انا انجح واصراري على النجاح كان ما بينيمنيش وكنت بشتغل 24 ساعه على امل ان ارتاح. وحتى هذه اللحظه مش عارف ارتاح مش نافع.